عبر شاشة تلفزيون لبنان من جديد معكم مشاهدينا الكرام. إنه يوم سابع يمر على 27 الأول، التاريخ الذي سجل خرقا فريدا من نوعه لهيبة ما يسمى أعتى الجيوش، هيبة وعمق قوات الاحتلال الإسرائيلي. فكان الطوفان الأقصى الذي نفذه مقاومو حركة حماس وأنصارهم في غلاف قطاع غزة والمستعمرات الإسرائيلية نصرا آنيا مجليا، حمل الإسرائيليين على إطلاق عدوان المرقم بالسابع خلال 7 عقود ونيف مرت على قيام الكيان الإسرائيلي. بسؤال عريض سنبدأ به لقاءنا مع العميد المتقاعد خليل حلو، هل شرع الإسرائيلي في عمل يؤدي إلى إحياء مؤامرة الترانسفير فتتم إقامة دولة فلسطينية في رفح العريش سيناء مصر بعد التهجير ثم الانصراف إلى وضع الشقاق، زرع الشقاق في الضفة الغربية بين الفلسطينيين تمهيدا لتهجيرهم؟ نقول ذلك ليس لأننا نؤيد ذلك، بل لأننا نرفض ذلك ونتكلم عما هو أسوأ من الذي يحصل الآن في فلسطين المحتلة. أهلا وسهلا فيك عميد. أهلا فيك استاذ جلال. أهلا فيك عميد. يعني السلك العسكري، العلم العسكري، العلم القتالي، برأيك هل فعلا الإسرائيلي تفاجأ بالمدى الذي أخذته العملية الحماسية التي نفذت في غلاف قطاع غزة ووصولا إلى المستعمرات، وهذا الكم من التقنيات والعمليات الهجومية في مختلف المستويات؟ من المؤكد أنه المفاجأة كانت مهمة جدا، وردة الفعل أخذت وقت كتير. يعني أنا عم بحضر هلأ اليوم عم بحضر الفيديوهات تبع العملية يلي بثتن حركة حماس بحد ذاتها. نعم. في فيديوهات 3 ساعات بعد الهجوم بعد ما في ردة فعل إسرائيلية، وبالتالي هيدي مفاجأة مهمة جدا. هلأ في عدة شقوق إذا بدك نعمل تقييم للموضوع، بدنا نطرح كل الاحتمالات أو كل عم بطرح منفسر كيف صارت العملية. نعم. بالأول والتقنيا البعد يلي أخذته ونتائجه إذا بدك إلا نطرحها بعد 7 أيام من اليوم. نعم. فأول شيء من الناحية الجو العام بالمنطقة، في عنا تقارب سعودي إسرائيلي كان واضح جدا، سعودي إسرائيلي. نعم. وفي زيارة سعودية للرئيس محمود عباس بالضفة، ووعود أنه بس هالتقارب يصير نحن بدنا ندير بالنا على القضية الفلسطينية، ولكن بالوقت ذاته في تراجع كان عن حل الدولتين، وهيدي شفناه بخطاب الأمير محمد بن سلمان بنيويورك لشركات لوسائل الإعلام، حكي عن تحسين أوضاع الفلسطينيين، ما جاب سيرة المبادرة العربية، حكي عن حل الدولتين. هيدي إذا بدك الجو العام بالمنطقة. نعم. إذا رحنا بعدني بهالإطار تنوصل للعملية بالإطار العام، هيدا لو صارت، لو هالتقارب كمل بالوتيرة ذاتها وما صارت عملية الأقصى، كان وصل لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالضفة، تعويم يعني الرئيس محمود عباس من بعد يعني أفول نجمه، أفول نجمه وشعبيته وساعتها حركة حماس بدها تصفي محيدة عن هالحل يلي ماشي، وبنفس الوقت حليفتها إيران بدها تكون خارج هالحل يلي كان كل العالم عم يطبلوا له أوراق الحل وأوراق الواقع. فإذا هيدا إذا بدك الإطار العام. هلأ في أوسع بس خلينا نركز. نعم. عم بياخد رأيك بكل مرة. العملية بحد ذاتها وفقا لكافة المصادر، عم بعمل سنتاز يعني. نعم. أنا ما عندي جهاز مخابرات على الأرض يخبرني. نعم. ولا حدا عم، أنت مراقب، ولكن كمراقب عم بستقصي معلومات. نعم. من كافة المصادر. هيدا العملية حماس عم تحضرها من أكثر من سنة، وفي المخابرات الإسرائيلية عم ترصد كانت هالتدريبات هيدي، وفي عدة هون عدة روايات. نعم. بتبلش من توماس فريدمان من نيويورك تايمز للإنترناشنال إنستيتيوت أوف ستراتيجيك ستاديز. شو بتقول هالروايات؟ الرواية الأولى بتقول أنه التقارير التي رفعت من المخابرات العسكرية الإسرائيلية قالت أنه حماس تتدرب على القيام بعمل لن تقوم به ولا تستطيع أن تقوم به. الروايات الأخرى بتقول أنه لا، يعني فريدمان قال، هو عنده مقال كتير طويل مزبوط. قال نقلا عن صديق له. نعم. بإسرائيل. نعم. الشيء اللي عم بقول لك إيه. نعم. هلا الاي اي اس اس شو بيقولوا؟ بيقولوا لا، قالوا انه ممكن تصير عمليه ولكن
العسكريين ما كانوا مقتنعين انه راح تصير. يعني كان في يعني مثل مش مصدقين او كان في خلاف بالاراء بين العسكريين والمخابراتيين، وحتى بقلب كل مؤسسه كان في خلافات. الروايه الثالثه بتقول، وهيدي اللي هلا الاسرائيليين عم يحكوها، انه لا نحن اخذنا بعين الاعتبار، ولا اخر روايه اليوم شفتها على وسيله اعلام غربيه انه المخابرات المصريه قالت انه في عمليه، حذرتهم مش حذرتهم، قالت لهم ابلغتهم انه في قبل بثلاث ايام. نعم. قبل بثلاث ايام، وردة الفعل يلي اجت شفنا نتيجتها، ما في ردة فعل كان، وما في تحضير، وفي كان اهمال، وكانوا مأكدين انه ما رح تصير بتاريخ 7 اكتوبر مثل ما هي صارت. طيب قبل ما تكمل جنرال، نعم، انه وقت بيكونوا هاو الروايات الثلاثه، نعم، كلهم بيصبوا انه في اهمال، في عمل وفي اهمال. ايه هلا هون في، اذا بدي اروح على الخبز، ب 11 ايلول هجمات الارهابيه، ب 11 او الهجمات، هجمات 11 ايلول، ايه، مرق خبر 18 هيك صغير بيقول انه الاف بي اي قبل باربع خمس اشهر من العمليه، قبل 4 اشهر كان في عنده معلومات بهال، مش بهالدقه ولكن بهالحجم الصعب، حطوه بالجرور، بعثوا الاف بي اي. يعني هون بتصفي قصه، بفكر واحد بمؤامره، بفكر باستجلاب المشكل لحتى يعملوا رده فعل. كمل بفكرة، مش ضروري. نعم. دائما بالعمل المخابراتي وفقا بيكون في ثغرات، دائما نظره للمخابرات انه انتم بتضل عندكم هواجس وبتضل عندكم شيء ومش مزبوط اللي عم بتقولوه، وعلى طول بتشوفوها مخابراتيه وامنيه. نعم. وهي مش هيك، هيدي بكل اجهزه العالم بتصير، والدليل الخرق اللي صار ب 11 ايلول. نعم. موسكو الخرق اللي صار وقت مجزره المسرح. نعم. باريس البتاكلون، لندن. نعم. مدريد محطه الترين، روما. يعني بكل العالم. ايه طبعا، يعني الخروقات موجوده، واسرائيل مش واحد قاعد بغرفه، في جغرافيا كبيره. يعني فاسرائيل منا يعني شيء اهم من اللي يعني انتيتي اهم، اهم من بريطانيا او اهم من موسكو. تماما. هلا العمليه بحد ذاتها، اذا بدنا نجي التحضيره داخل حماس لم يتكل لا على هواتف خليوية، ما في اتصال، ولا على هواتف أرضية، ولا على انترنت، ولا شيء أبدا. باليد كلها كانت، ايه باليد مثل ما بيقولوا العلم العسكري، ما في مستندات. يعني كان في منتم للدينة، وحتى عدد كبير من العناصر اللي نفذت ما كانت عارفة انه العملية رح تصير، وحتى لما استدعيت مش عارفة رايحة تعمل، وبالتالي كانت سرية العملية محترفة بشكل كتير كبير. دائما البدائيه بتغلب التكنولوجيا لانه تلقط دائما دائما دائما، هذا الشيء صار معروف. نعم. هلا لما بلشت العمليه بلشت باطلاق صواريخ بكثافه، فاذا كان في انشغال بالداخل الاسرائيلي وين بدها تنزل الصواريخ، والايرون دوم والقبه الحديديه وغيره، بنفس الوقت طلعوا المظليين اذا في الشراعيين، يعني الطيران الشراعي، و قدروا يقطعوا بنفس الوقت الدرونات، يعني المسيرات كله مع بعضه اجت وقفت فوق الهوائيات. نعم. هلا انت لو بكون عندك على الفانس رادارات مليار دولار مكلفه، بتقشع وبتسمع وبتستشعر عن بعد، بتستشعر عن بعد عندك كل شيء، ولكن هذا كله ما بقى له قيمه اذا جيت قطعت الاتصال، وهذا اللي صار. دربوا الهوائيات كلها تبع الاتصال بأكثر من 7 مواقع، يعني مش عم نحكي بموقع او اثنين، بعنصر الوقت وبنفس الوقت. وساعتها الاسرائيليين عموا ما عادوا عارفين شو عم بيصير، وحتى يعني هيدا اللي شفته اليوم، في مطرح في بوابه حديد جرار كانوا الحرس مش موجودين فيها، جربوا يقطعوا عناصر حماس ما قدروا، بقوا عاملين كمين، توصل سياره مدنيه اسرائيليه مع ريموت كنترول، بتفتح هي بتفتح. آه. بيرشون وبيقطعوا وبياخذوا السيارة وبيروحوا بكملوا. فإذا العملية كانت تنسيق بين المظليين الشراعيين، الدرونز، القوة البحرية اللي قطعت، قوى البر والمراقبة، يعني في احتراف كتير عالي. وهيدا هلا في كتير بيسألوا ايه لو ما ايران وكذا، في مش بس ايران، في ايران، في الخبرة اللي عنده يا حماس، هذه خامس حرب بغزة، مش أول وحدة، يعني بيعرفوا بعضهم مظبوط. هون لا يجدر طرح السؤال انه حماس اللي هي 388 كيلومتر مربع. نعم. طيب هاي التدريبات لما بدها تدريب على القليل، بلا اكيد ما بدها يعني بيلوت، يعني مثل ما بيقولوا. طيب كيف قدروا عملوا كل هالتدريبات بهيدي السنه بهالمساحه الصغيره وعلى جغرافيا؟ يعني نحن مثلا مرات بيكون في مسؤول
مسؤول اخباري او مسؤول بالعمل الصحافي بيقول له مثلا المندوب شوف لي كذا بيبقى بعيد 100 كيلومتر فيها شويه صعوبه، كيف هودي عسكر تدربوا بهالقطاع الصغير على كل هالجغرافيا الاسرائيليه بين مزدوجات؟ بعمل لك شوف الاسرائيليه كانوا عم يشوفون مصابين جد انه هودي ما راح يستجيبوا له، وفي شعور بفائد القوه بفائد الثقه، وهيدي اكبر خطا ممكن يرتكبوه عسكريين وخطا مميت بالنسبه للاسرائيل. بس انا قصدي كيف قدروا تدربوا كل هالتدريب يعني؟ عم اقول لك خدعهم خدع، مش ضروري يكون كل شيء كان ظاهر بوقته. ايه مش ضروري يكون كل شيء في تحت الارض وفوق الارض. في عندهم هلا يحكى انه في تحت الارض ما فيك تدرب درون. ايه ما فيك تدرب ولا طيارجيه. بس طيارجيه ودرونز اكيد شفون يعني. وهلا عم تسالني الصواريخ بعدها عم تنزل على اسرائيل لهلا، انه معناتها في تحضير للعمليه دقيق جدا. فاذا هالعمليه هيدي صارت وفاتوا وقطعوا، وصلوا على بعد 35 و40 كيلومتر من حدود غزه، وردت الفعل الاسرائيليه تبلشت اخذت اخذت 6 ساعات و12 ساعه على بلش الرد لحتى بلش بلش الرد. فاذا هلا هيدي العمليه بحد ذاتها التفاصيل كل أوكي. العالم اوكي عم تشوف. صارت عمليه. هلا شو ربحت حماس؟ شو ربحت حليفتها ايران؟ شو ربحت اسرائيل؟ وشو حققته اسرائيل؟ اثنيناتهم عندهم حسابات ربح وخساره. اول شيء حماس يلي ربحته اعادت القضيه الفلسطينيه الى الواجهه من الباب الواسع. الموضوع ما عاد بس حماس، انما صار القضيه الفلسطينيه برمتها. نعم. انه اوسلو وغير اوسلو والوعودات ما وكذا اخر النتيجه السلطه الفلسطينيه ما قدرت تكسب شيء من لا بل عم يقدموا لها اراضي بالمستعمرات. هيدي هلا رجعت على الواجهه. نعم. هلا رجعت، كيف رح ترجع هيدا مش هلا مهم صار عم يحكي فيها الاعلام العالمي. ثاني شيء لا يمكن تجاهل حماس باي معادله. هلا اذا نتائج العمليه كانت القضاء على حماس هذا موضوع اخر، ولكن بالمرحله الراهنه ما في حدا يتجاهل حماس. وفقا للاحصائيات يلي نشرتها الاي اي اس اس، 55% من الفلسطينيين يؤيدون وصول اسماعيل هنيه كرئيس للسلطه الفلسطينيه بدل الرئيس ابو مازن. نعم مش هيدا كانوا 20% صاروا 55%. ايه يعني كثير يعني. هيدي ثاني مكسب. فاذا ربحوا فلسطينيا، ربحوا اقليميا. المربح الثالث التقارب السعودي الايراني عفوا السعودي الاسرائيلي والسعودي مع السلطه الفلسطينيه في فرمله هلا صار. ايه اليوم رويترز نقلت عن مصدرين بالسعوديه انه نحن جمدنا التطبيع بانتظار ما بعرف شو. فاذا ايه بس كمان كان محمد بن سلمان كان عامل خط رجعه انه بدكم تظبطوا موضوع الفلسطيني لحتى التطبيع يمشي. اكيد ما في شك انه السعوديه بدها تعطي شيء للفلسطينيين. نعم. لقوا انه حل الدولتين ما بيمشي، حكوا بتحسين الاوضاع. نعم. وما في شك انه التطبيع السعودي الاسرائيلي رح يتاخر ولكن رح يصير. لانه في مصالح كتير ضخمه بالعالميه كتير بالمنطقه، كثير ضخمه جدا يعني عالميه بالمنطقه ومصالح سعوديه ومصالح اسرائيليه كتير يعني متطرده متشابكه بين الطرفين اكثر بكثير من الشيء بتفرقهم. لكن الثالث انه تجميد يعني تجميد التقارب مع السلطه وبالعكس نظره لحماس. فاذا هيدي المكاسب. في المكسب الرابع يلي هو اقليمي، ما فيك تحيد ايران عن الحل على القليله بالمعطيات الحاليه. عم تعمل حل كنت بلا ايران، الاتفاقيات الابراهيميه، التطبيع مع اسرائيل، الخط السكك الحديد والفايبر اوبتيك والطرقات يلي بقى توصل مرفق حيفا بتل ابيب بالظهران لا حيفا بالسعوديه نعم بالسعوديه مرورا بالاردن، وهيدا كله اليوم ضربنا فريم فيه. يلي عم تربحه هلا حماس اكيد عارفين انه امام عدد القتلى المدنيين باسرائيل المرتفع جدا ويلي هي نشرته وحطت الاعلام الحربي، عارفين انه رح يصير في رده فعل إسرائيلية وهي ردة الفعل يلي هلا عم تقتل مدنيين في غزة وصحفيين بشكل وصحفيين يعني الله يرحمه يعني عصام عبد الله انه وصلت للصحفيين يعني صديق نعم. صديقه لبنت خيي يعني شو بدي اقول لك كثير عصام صديق كل العالم يعني ما في احسن منه ما بسمع عنه لا انا ما بعرفه. ولكن الاستهداف المدنيين بغزة وموت 560 طفل يعني عم نحكي اطفال ما دون ال 14 سنه. نعم. اصلا سكان غزه بمعظمهم تحت ال 14. نعم مظبوط. واكثر من 250 مره امام وسائل الاعلام يعني هلا اليوم بلشنا نشوف اصوات بالغرب
من جو بايدن ومن ادارته ومن غيره انه خلاص حيوقفوا. ايه لانه الجريمه اللي انتم عم بتقولوا صارت فيكم ما فيكم تبرروها بجريمه. بارونتيز في دراسات مرقت امبارح واليوم وتحاليل بتقول نجح الاعلام الاقليمي بانه يتغلب على الاقلام اول مره بالتاريخ على الاقلام على الاعلام الغربي بانه اظهر حجم الاجرام وحجم 100% يعني هلا في كثير اصوات بالغرب يعني حتى امبارح المسؤول الفلسطيني بفتح البرغوثي عم بيقول لا يمكن تبرير جريمه بجريمه انه اذا صار جريمه في جريمه مثلا ما فيك تيجي تبررها باللي عم تعمله هيدي كمان مكسب بالراي العام الغربي وبالراي العام الاقليمي. هلا بموضوع هيدي كله مكاسب لحماس. هلا اكيد نحن عم نحكي باللحظه الانيه عم نحكي بهالست ايام باللحظه الانيه أيام. بكره بعد بكره شو في تطورات على الارض هذا موضوع مختلف. هلا باسرائيل كمان باسرائيل كان عندك انقسام عمودي كان عندك تخلف من قبل الطيارجيه والعسكريين عن القدوم الى التدريب كان عندك عزله لحكومه نتنياهو بالعالم الغربي وخاصه بالاداره الامريكيه بسبب الاجراءات اللي عم بيخدها بالداخل هذا كله راح يعني اليوم اسرائيل انه انكفأ لمصلحه المعركه لمصلحه نتنياهو يعني صار عندك دعم عسكري غربي هائل دعم دبلوماسي غربي هائل بقلب اسرائيل سقط ولكن انتبه باسرائيل بتنتهي القصه بجزء التحقيق لانه مثل ما لانه بعدين لاحقا راح يطير نتنياهو اكيد اكيد من المؤكد ان حكومه بنيامين نتنياهو انتهت ولكن مش قبل عم نحكي عن هلا مش قبل ما تنتهي العمليات يعني مثل ما صارت لجنه فينوغراد بال 2006 مثل ما صارت لجنه كهان بال 82 طبعا مثل اللجنه اللي قبلها بال 73 من وراء الهجوم طيرت رؤساء حكومات بيريز اولمرت كله بروح ما بعرف شو كله بروح وبالتالي هيدي اليوم حسابات الربح والخساره فيني ارسم لك اياها بهالشكل هيدا بس اليوم بالنسبه للميدان نعم يعني هلا رح نحكي عن الهدف السياسي الاوسع لقدوم البوارج والدعم البريطاني والامريكي ليه بالنسبه للميدان لنفترض قدموا لهم قنابل ذكيه وقدموا لهم ذخائر وهيك طيب اللي عم بيقاتل عندك 300 400 الف احتياط وكذا اللي عم بيقاتل شو رح يجي يقاتل عنه الامريكاني او البريطاني لا اكيد لا اكيد لا بس انتبه خلينا اوضح بعض الامور اللي بتتعلق بالدعم بالميدان الأمريكي. بالدعم الامريكي دعم الامريكي والميدان نعم سكوندير مو يعني بالدرجه الاولى خليني بلش لك بالامريكان بالاول لانه هن العنصر الاهم بكل اللي عم بيصير طبعا الامريكان لا يريدون الدخول بصراع مع ايران هيدي حتميه اها هيدي لا يريدون الدخول بصراع مع ايران ومش انا اللي عم بحكيها كافه المحللين لانه بالنسبه لهم اوكرانيا افضليه والشرق الاقصى الصين هي افضليه لا يريدون تحويل الجهد اللي كان عم ينعطى لاوكرانيا صفى عم يتحول لهم هيدي بالدرجه الاولى هاي نقطه شايفها كمان الفريق الثاني اللي قبالهم اكيد شايفها يعني ايران وحماس أكيد وحزب أكيد بس الله اكيد بس تبي يعني انا عم بقول لك شو بدهم نعم. هلا مش معناتها بيصير اللي بدهم اياه نعم الشغله الثانيه في 50 الف عسكري بالخليج ما بين الكويت والامارات والسعوديه وقطر وعمان والسعوديه هول 50 الف عسكري بيصيروا رهائن اهداف لا لا اكيد لا مش رهائن يعني بيصيروا أهداف للتنظيمات المواليه لايران الموجوده بالعراق الموجوده باليمن واللي موجوده بسوريا هودي كمان امريكا لا تريد التفريط لا تريد لانه اهدافها بالشرق الاوسط ما عادت مثل قبل يعني هلا لو ما صارت هالقصه هيدي ما بيبعتوا مجموعتين قتاليه طويله عريضه هيدي بالدرجه الاولى هلا بالدرجه الثانيه بدك تشوف كمان قد ايه امريكا فيها تتحمل تلجم اسرائيل نعم. لاي درجه هلا الهدف المعلن الامريكي وانا 100% انا مصدقه لما بقولوا نحن جينا لنمنع توسيع الجبهة المعركة وهذا مزبوط يعني لأنه أي عمل في لبنان لا سمح الله نعم. أي عمل في لبنان لن يتوقف فقط في لبنان بده يروح على سوريا والعراق واللي قلت لك عنه وبالتالي هذا هدفهم المعلن وهذا هدفهم المزبوط وحماية إسرائيل ايه. أكيد بس هذا الهدف ألا يعطي كمان أنه ماء الوجه للي كمان ما بده يوسع الجبهة بده يخليها مطرحها مثل عنا بالجنوب مثلا بلا بيعطي بيحفظ مياه الوجه للجميع بيعطي للجميع ولكن انتبه يعني نعم. العامل الامريكاني مش وحده في العامل الاسرائيلي يلي هو بالنسبه له غزه واضح شو عم بيعمل فيها نعم القضاء على حماس وغيره قد ايه بينجح قد ايه ما بينجح هذا موضوع ثاني ولكن كمان محور الممانعة ماذا ستفعل اسرائيل تجاه حزب الله والسؤال بنسال بالثاني ميل كمان ماذا سيفعل حزب الله في حال هالصراع هيدا كمل
هل تستطيع إيران أن تبقى على الحياد أو عدم التحرك تجاه حلفاء المنطقة؟ يعني طبعا حلفاء يعني اليوم هالمحور هيدا يلي إيران هي رعيته. وشفنا اليوم عبد اللهيان راح سوريا واجا عمل مؤتمر صحافي. هلا أنا ما قدرت تابع اليوم، ولكن هل إيران يعني مصداقية إيران تجاه حلفائها، يعني إذا بدها تحرك حدا من حلفائها بالمستقبل أو حدا من حلفائها يتحرك بمبادرة منها، هالثقة هيدي بتضل موجودة إذا إيران لم تتحرك فيما لما يجري بغزة؟ يعني هالتفاعل بين هالمصالح. طيب الكلام عن إنه بمسقط في مفاوضات غير مباشرة، يعني هلا ما لا حدا نفاها ولا حدا أكدها، يعني حتى عبد اللهيان حكي بغير طرق عندما سئل، إنه عمان هي عم ترعى بعض المفاوضات أكيد الأمريكية الإيرانية أكيد أكيد مشان يعني بموازاة ما يجري فيه. أكيد تبي المفاوضات الإيرانية الأمريكية لم تتوقف يوما، مش معناتها أنه الجماعة متفقين وعم لا بس أضيفت لها ما توقفت ولا نهار، مش بس عمان، عمان نعم عمان القطر هو علب البريد، يعني قطر عمان والعراق نعم يعني بس عمان اللي أفعل لأنه هي بقلب مجلس تعاون الخليج عم تعلن، عمان عم تعلن ولكن القطري ما عم بيعلنوا ما عم بيقولوا، ولكن علب البريد كتير بين إيرانية وبين الأمريكان والتفاهم اللي وصلوا عليه للتفليت الدبلوماسية الحامية هي إذا بدك، يعني اللي منهم قادرين يتفقوا فيه علناً عم يتفقوا فيه تحت الطاولة تما حدا منهم ينحرج، مثلا الستة مليار اللي كانت محررة بقطر وقفت هلأ معناتها وقفت بس بعدها موجودة موجودة بس معناتها أنه الأقنية يكون أكيد مفتوحة بعز الحروب القعدة بيحكوا مع بعضهم، ما أنا مستغربة المفاوضات الإيرانية يعني هلأ أكيد عم بيجربوا اثنيناتهم يتفادوا يفوتوا بأوميجا مش لمصلحة حدا، ولكن اللي بحب اقول لك ايه استاذ جلال، دائما بالحروب الكبرى والصغرى لما بتوقع 70% منها ما في طرف بده اياها، الطرفين بيكونوا ما بدهم اياها بينزلوا لها مرغمين، لك حرب اوكرانيا نعم. روسيا هيك بدها كان او اوكرانيا هيك بدها كان، يعني كان بدهم حرب خاطفه. طيب بس امريكا بدها انه اوروبا تغطس بهذه الحرب، يعني اكيد 48 مليار الامريكان صاروا حاطين وقايمة الأيام بالداخل وبلشوا نواب جمهوريين يقولوا خلص خي شو عم تفتحوا عم تعطوا في بعد 5 مليار مقررين ما بقى ايه بعد هودي يعني بايدن منه قادر بقى يزيدون انشوا ولا خايفين انه نعطيهم لأوكرانيا او نعطيهم لإسرائيل او نعطيهم فإذا الانزلاق الى مواجهة مش بالضرورة يكون حزب الله بده اياه او ايران بده اياه او اسرائيل بده اياه او امريكا بده اياه، هيدا البارامتر غير الايكونو ما فينا هلا نحن بهالتحليل اللي عم نعمله فينا نحط الاحتمالات، هالاحتمال لا يجب ايه بس انا ليش بطرح عليك هيك اسئله؟ لانه بلبنان على صغره نعم صار في بخلال الحرب بسموها اهليه صار فيها مثلا تهجير شعب من مطرح من منطقه لمنطقه نعم او تهجير طائفي من منطقه لمنطقه، ببعض التهجيرات هلا ما بدنا نرجع ننقل الحرب كانوا اصحاب هالطائفه اللي عم تتهجر كانوا عم بيغطوها امنيا وعسكريا يعني عم يعملوا طريقه انه خلينا يتهجروا بدون ما يتحملوا مسؤوليه إيه. انا هون السؤال اللي بدي اطرحه انه من يتحمل اذا كان في غير المفاوضات تصفيه القضيه الفلسطينيه او تغيير مسارها؟ مين عم يتحمل؟ ما حدا بيتحملها، العالم العربي ما في يتحملها برغم من البيان اللي طلع من الجامعه العربيه اللي كان متزن يعني سوا بالضحايا تقريبا سوا بيناتهم ما بيحملها، ما حدا بيحمل التصفية. هلأ إذا بتترك نتنياهو وحكومته عراسهم بيعملوا الترانسفير لحتى عم تحكي عنه الليلة هيدا اللي عم نحكي الليلة بيعمل إيه هون ولكن منه وحده نتنياهو، أولا بالداخل الإسرائيلي منه وحده، بداخل إسرائيل في فريق سلام اليوم صوته واطي، وخارج إسرائيل ما في حدا بيقدر يبارك له أنه إذا بده يهجر 3-4 ملايين فلسطيني شو ما بتروح فيهم، هيك بتهجر العالم. اليوم انت بالقرن ال21 ما عدت بقى سنة 1948 بتهجر بحدا بيقشعك بتعمل مجازر بحدا بيقشعك، هيدي اليوم مستحيلة ما حدا في يعني يحملها. عندك 2,300,000 نحن اذا بناخد الخارطة هو بيطلع قد بيروت وضواحية قطاع غزة على البحر بدو يحشرون على الجنوب ليفوتون على الزومبي بسيناء تابو عرب 48 اللي بالداخل هو شو بعد ما تحركوا تاب بس انه اذا هيك صارت هودي شو راح يضل هودي مرت الماضي تحركوا نعم هودي مرت الماضي تحركوا هو أكتر شيء كانوا وجع راس بإسرائيل تقول حماس والجهاد الفلسطيني يعني عم تحكي انت عن مليون بمليون بمليونين نعم. 4-5 ملايين هيك تعمل لهم ترانسفير يعني هيدي لا يمكن مقارنتها مع سوريا يعني محور الممانعه
عنده اتكال بجهة معينة على الشيء اللي عم تقوله. أكيد أكيد، يعني تصفية القضية، حتى استعملت التعبير، نعم، تصفية القضية. إيه أنا عم استعمله لأنه هذا هدف من الأهداف النتنياهية، هذا غير المعلن، بس نعم. هذا مستحيل اليوم، ما بيقدر يحط هالهدف. الهدف اللي بده يحطه اليوم أكتر شيء يلي كلهم بيساندوه فيه وما حدا رح يعترضوا عليه، هو اللي عم بيعمله هلا، اللي عم بيضرب حماس وعم بيقولوا وقف المدنية بكفي. المناظر اللي شفناها ما بنحملها. وبالتالي إلى أين ستصل هذه الحرب؟ هلا هون هيدي بعد سبعة أيام، هلا من هلا ورايح شو بصير؟ ما في شك، وفقا للمعطيات الموضوعية الموجودة، رح أحكيك أول، برجع للأسطول الأمريكاني اللي موجود. القوة الضاربة يلي حشدت بشرق المتوسط ما في منها بالخليج، يعني هذه خليني أوضح، يعني في عدا عن حاملتي الطائرات والقوة الضاربة اللي بمسلون، في مدمرات من طراز أرلي بيرك جاي معهم، وفي مدمرات أو في كروزرز من طراز تيكونديروغا، يعني هودي اللي بحر بيطلع بشوفهم، هودي عندهم مزودين بمئات الصواريخ الكروز الدقيقة يلي فيها تصيب أي هدف بالشرق الأوسط من إيران وبالجاية، ويلي فيها تتصدى للصواريخ البالستية اللي ممكن تجي من إيران ومن اليمن ومن العراق. هيدي قوة هائلة جدا تعطي لإسرائيل غطاء. تاني شيء، تزويد إسرائيل بالذخائر. بدي أعطيك فكرة أستاذ جلال، نحن بال 2006 نزل عراسنا 7500 طن ذخائر من إسرائيل ب 33 يوم. بأول خمسة أيام نزل على غزة 4000 طن، يعني ثلاث أربع مرات أكثر من المعدل اللي كان عم ينزل على لبنان. وهيدا بده تزويد بالذخيرة بشكل دائم، وهيدا اللي عم بيصير، بده تدفق، وهيدا اللي عم بيصير، وهيدا عم بيتحول أكيد من هيدا أساسا. هالنوع الذخائر ما بروح أوكرانيا كان، إنما يعني هيدي ذخائر مش بالهين فيك يعني تزود، يعني استعملوا فيها أرفع وأقصى ما عندهم وأقوى ما عندهم. وبالتالي لما بتشوف هالكم هيدا وهالدعم، ولما بتشوف 360 ألف عسكري تحت السلاح بإسرائيل، بتحذر أنه العملية ما رح تخلص بكرة. العملية ستكون طويلة. واليوم سمعنا عن توغل إسرائيلي بالداخل، ورجع وبعتوا قوات خاصة، عملوا تيست وسحبوا جثة إسرائيلية ساحبينها لجوا، يعني هيدي الإعلام تبعهم، وعم بفتشوا على رهائن ملاقوا، وعم بفتشوا على منصات إطلاق صواريخ ملاقوا. يعني هالعملية هيدي ممكن تطول جدا، ولكن نجاحها غير مضمون، لأنه أكيد يعني لأنه عم بيقولوا حماس نحن ست شهور ما بدنا مساعدة حدا ومنضاين ست عظيم. فإذا بل إذا حماس فعلا محضرة لهالعملية، سيكون الأمر صعب على الإسرائيليين وطويل علينا وعليهم، وتوازن القوى أكيد لصالح إسرائيل، ولكن سيكون مكلف جدا الدخول إلى غزة، والزيول تبعها ما فينا نحن هلأ نستشعرها. ولكن بالمطلق اللي عم بيصير بالشرق الأوسط غير معزول عن اللي عم بيصير بأوكرانيا. يعني هلأ أخبار أوكرانيا ما بحد عم يسمعها، بس بتفوت بتفتش شو عم بيصير، بتلاقي الأوكرانيين عم يتقدموا ببعض المحلات، والروس عم يتقدموا ببعض المحلات بالأفديفكيا مثلا، يعني والعالم هلأ منشغل. يعني زيلينسكي أكيد بدأ دي أبواب بحدا برد عليه، ولكن كيف ما حدا بيرد عليه؟ ما هو يهودي الاصل، ولكن لا ما عم بيردوا عليه هلا، ما عم بيردوا عليه قيمته انه ونيد طيارات ونيد دبابات، ممثل جيد زيلينسكي، نعم. وبالتالي يعني ما بيقدر العالم يضل متلهي بالشرق الاوسط الى ما لا نهايه. فالمساله مساله اسابيع قدامنا، شهرين ثلاثه بجوز، بس ما ممكن انه والله مستشرف وعملنا لا ما في. طيب شو اهميه انه تحت الارض في مدينة يعني القطاع غزة في فوق الأرض تحت الأرض؟ أكيد. شو أهميتها بهذه؟ أولاً من ناحية حماس فرجوهم، يعني عملوا بالإعلام تبعهم صار لهم مدة بيفرجوا السراديب تحت الأرض والسراديب المسقوفة، نعم. والإمدادات الكهربائية، وفي منها ضيق منها واسع، في غرف عمليات في البدكي. الإعلام العبري اليوم، نعم. عم يحكي كان مبارح عم يحكي انه نحن هلا عم نعالج موضوع الانفاق بغزه، عم بيقول انه بالطبقه العليا في عندنا المدنيين، عم نقول لهم يفلوا، بدنا نعالج الطبقه الوسطى. هلا طبقه الانفاق اكيد هيدي سيف ذو حدين للطرفين، حماس تعطيهم سريه بالتحرك، ما فيهم يرصدوا الاتصالات تحت طبعا، وفيها بتعطيهم عنصر المفاجاه
بمداخل الانفاق، لانه الاسرائيلي اكيد ما بيعرفوا وين هن. نعم. وهيدي بتخلق كثير ارباك عند القوى المتقدمه اذا تقدمت القوى الاسرائيليه. هلا هيدي من ناحيه حماس، بس كمان معلش خلينا نقول هون انه المدنيين مش عم بفلوا كلهم، يعني عم بضل في مدنيين في حسب ما عم نشوف. نعم. بعدهم هلا بس. نعم. شيء ثاني، اذا تم كشف نفق صار هلا المشكله صارت عند اللي قاعد بالنفق. لانه تدمير الانفاق متى ما كشفت بصير كثير خطر على اللي قاعد فيها، لانه ما في عنده منفذ، واذا استعملت كميات كبيره من المتفجرات في 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 يعني سقوط اصابات كبيره، وبالتالي هالانفاق هيدي اكيد تعطي لحماس يلي وعندها اكيد محتسبين لهالشيء. نعم. اذا انكشف نفق بشي محل نفتح يقدروا يزمطوا على محل بيكون بمنقى، ولكن سيكون الامر صعب جدا على الاسرائيليين وسيعيق التقدم، وربما حماس تراهن على إطالة العمليات وتعب الغرب لإنهيك لحتى يوقفوا خلاص وتنتفاوض. نعم. هاي البوادر بعدها مش مبينة اليوم. نعم. معنا ننتقل جنرال إلى الزميلة زينب ياسين في بلدة الخيام حيث تشييع الشهيد الصديق عصام العبد الله. نعم زينب تفضلي تفضلي. نعم جلال، يعني نحن الآن نواكب موكب تشييع الشهيد المصور عصام العبد الله الذي قضى باستهداف الاعتداءات الإسرائيلية لطاقم المصورين والصحفيين أمس في خراج بلدة الظهيرة. الآن يصل موكب أو جثمان الشهيد مع الحشد من الأهالي والإعلاميين الزملاء والمصورين وفعاليات سياسية وفعاليات البلدة إلى جبانة بلدة الخيام، حيث سيوارى الثرى في جبانته في جبانة البلدة. يعني لا أدري إن كنتم تستطيعون سماع أصوات الأهالي وهم يرددون عبارات وهم يرددون عبارات يعني عبارات تعزية للشهيد. مجددا نذكر بأن الشهيد عصام العبد الله استشهد أثناء قيامه بواجبه المهني، وكان ينقل الصورة من قلب الحدث في جنوب لبنان، كان يوثق لحظات اعتداءات قوات العدو الإسرائيلية. واللافت أنه أيضا استذكر الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي استهدفت أيضا واستشهدت في فلسطين، في يعني استهدفتها آلة الإجرام الإسرائيلية. العدو الإسرائيلي الذي لا يتوانى عن ضرب واستهداف الإعلاميين والصحفيين والمصورين لنقلهم وفتحهم جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال منذ 75 عاما. الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! الموت لإسرائيل! يعني الآن يدخل جثمان الشهيد إلى جبانة البلدة حيث سيوارى الثرى في مثواه الأخير. يعني أيضا زملاء وأصدقاء الشهيد يشيعونه إلى مثواه الأخير على وقع التصفيق. تحية منهم له على أدائه واجبه.
جنرال مؤلم يعني الخيام اللي طبعا وقت شهدت مجزرة المركبة وقت كسرون المركبة بال 2006 وإلى ما هنالك وشهدت كتير احتلال وتحرير وإلى ما هنالك. اليوم عصام عبد الله الصحافي والإعلامي والمصور يعني يحتضنه ثورة الخيام. بالانتقال لهالموضوع، عندما يعني نعترفوا أو ما اعترفوا، واضحة أنه قتلوا واغتالوا الصحافي. وقت اللي بيجوا بيضربوا الإعلام، هل الهدف، ما هو الهدف؟ ترويع المدنيين الموجودين بالمنطقة أم أنه هو ضرب صورة الحقيقة وقت اللي بيستهدفوه لعصام عبد الله وغيره؟ وطبعا والشفاء العاجل إن شاء الله. ما فيهم يضربوا صورة الحقيقة. اليوم الإعلام الليبرالي بشكل ووجود وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتنتشر مثل النار بالهشيم، صعب جدا تعمية الحقيقة وإسكات الحقيقة. أما خلينا نحكي يعني هلا انا ما عندي التفاصيل الكامله، لا بس نحكي عن الجبهه الجنوبيه بشكل عام. الجبهه الجنوبيه بشكل عام امبارح يعني حسب ما فهمنا يعني من بعد ما حزب الله رد على مقتل عناصره وحرق المركبة بالوجه هديت، وفي مجموعه فلسطينيه حاولت نفذت تتسلل. اليوم فرجوا بالاعلام تبعهم الدرون عم بيستهدفها، وصار هالاشتباك بمنطقه علم الشعب مني غلطان، وهيدي يعني لتحت لصوب الشريط ولا رمزيه علما، رمزيه اكيد هي منا بعيده عن اللبونه وقريبه على الناقوره، منا بعيده عن الناقوره، ما هي فوق الناقوره مش كم كيلو متر، قريبه على الشريط الدايره على الدايره. الدايره مطرح ما في برج المراقبه يلي تابع لمديريه المخابرات. هلا وقت اللي صارت هالشغله هي شالوا البرج، شافوا الصحفية هونيك شالوهم مع انه مبين الصحن، مبين الصحن الصحفي، مبين الصحن، ما فيك تيجي تقول انه هاي. وبعدين تصات البريس بس يعني هيك واقف الزلمه علنا، مش انه عم يتخبى ليبين انه واقف علنا، معناتها استهدفتوه قصدا، يعني ما حدا يجي يخبرنا انه غلطه. طيب اليوم وقت هيدي يعني مش عم نعرف، ما عم نعرف كل الخطط، ولكن انه بيجي فصيل فلسطيني وعم بدافع عن اهل غزه، بيعمل عمليه، بيجوا الاسرائيليين بيضربوا بمنطقه بلبنان بالاراضي المحرره ويستشهد للمقاومه، المقاومه ترد، يعني هذا السيكل. هل يمكن ان يتفلت عن هذا المستوى بمنطقه جنوب لبنان؟ ليك استاذ جلال، اللي عم بيصير اليوم على حدودنا الجنوبيه بعتقد وبرايي وفقا لكل اللي حكيناه قبل، بعده تحت السيطره، ما راح يفلت، لا رح يفلت من عنا لعندهم ولا من عندهم، ولا رح يفلت من عندهم لعنا. بعده أزيفة مقابل أزيفة، طلق يعني الحذر ارتفع لمستوى توتر فقط. قتيل ايه، يعني حزب الله ودى رسائل انه انا هون وانا عندي استعداد. هلا قرار الحرب، ما بقى عم نحكي عن طلقة عن مناوشة، يجي طلقة مناوشة بقوس بيردوا بست طلقات مدفعية، عم نحكي في حال حزب الله قرر اجتياح بعض المستوطنات بيقدر يعملها بسهولة أكثر بكتير من حماس، لأنه عنده خبرة قتالية بسوريا أكثر بكتير من حماس. ف إذا هيدا القرار إذا تم، أو العكس إذا بإسرائيل قرروا مع ذريعة أو بلا ذريعة يفوتوا على لبنان، ساعتها مش هيدا اللي بنشوفه. ساعتها بنشوف شيء مماثل لل 2006، بنشوف فورا فوق بيروت وفوق المناطق كلها يعني استهدافات مثل ما شفنا يعني من 2006 او مثل ما شفنا ب 88، يعني بلشت ب 4 حزيران بجنوب، ب 8 9 حزيران كانت العمليه صارت ببيروت. وبالتالي برايي انا، واكيد المشاهدين بهمهم يسمعوا هالشيء، وبرجع بقول لك هذه التحليل مش مني انا، هيدي وفقا على لكل اللي عم تقاطع التحليل لحديت اليوم لحديت هاي اللحظه
على المدى المنظور بكرة بعد بكرة بعد جمعة ما في شيء كبير بلبنان. هالمناوشات الحدودية رح تضل موجودة بالحدود، والمؤشرات كثيرة. مثلا السفرات لم تطلب من رعاياها مغادرة لبنان، طلبت من رعاياها عدم التوجه، يعني مثل العادة مثل العادة، لأنه إذا ما عندكم شيء ضرورة ما تجوا. أنا عندي بالجامعة تلاميذ فرنسيين عم يتعلموا بالقسم، بعضهم عم يتعلموا بالقسم عندي، سفرتهم ما قلت لهم شيء وسألوني، قلت لهم يعني جاوبتهم اللي لازم جاوبوا، وهن كثير رغبانين يضلوا ما بدهم يفلوا، مبسوطين. يعني مين ما بحب الشيف ما بقول لك، شافوا انه العالم هون بعدها موجوده ومنا عامله هلا ولا شيء، اكيد اهلهم برا مشغول بالهم، تعوا ما تعوا ما بدهم. دائما اللي برات لبنان بيبقوا خايفين على هالصوره، بقول لك. فهي المؤشرات يعني ما بتدل انه هلا في شيء. اكيد السفرات تستشعر عندها اتصال مع اسرائيل، عندها اتصال مع ايران، فاذا هلا ما في شيء هلا. ولكن برجع بقول لك وبرجع بكرر الشيء اللي قلته بالاول، المخاطر موجوده. امبارح رئيس الوزراء ووزير الخارجيه حكيوا عنها، انه ما فينا نضمن شيء، ولا انا بالحديث تبعي فينا نضمن شيء ولا المحللين. هلا اكيد العمليه اليوم التركيز هو على غزه، التركيز الامريكي هو على عدم توسيع الـ 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 يعني الى حدين وصول البلاويش، انه يعني ما لا تفتحوا هون ولا تفتحوا مزبوط. هلا بيبقى في اثنين بارامتر ما فينا نعرف شو هن، ايران اسرائيل. إذا هاتنين هولي أخذوا قرارات مسبقة أو بدون يوقتوها مثل ما هني عم بيقولوا، ساعتها كل هالتحليل اللي عم قلك إياه بيصير بيخلص مفعوله expired بعد نص ساعة، ببلش المرحلة الثانية، عرفت؟ مشان هيك انتقالا يعني الناس الجغرافيا بالمنطقة كتير صغيرة، يعني منا طيب من مزارع شبعة إلى طبرية ما في كتير مسافة، لا يعني حتى نقول للمشاهد شو الجغرافيا. طيب اليوم فتح جبهة الجولان أو حصول مناوشات بالمنطقة الجولان مثل ما عم بصير، هل ممكنة؟ نعم مثل ما عم بصير، صارت أصلاً، صارت يعني مرة طلقة وحدة طلعت وردوا عليها وقفت هون، أكيد كله وارد. بعدين إن شاء الله برجع بقول لك، لبنان لا يحمل، لبنان لا يريد، الرسمي وغير الرسمي، حزب الله لا يريد، أنا بأكد لك يعني. مشان هيك عم بقول لك القرار بطهران أو بمطرح تاني نعم. إسرائيل. ولكن في حال لا سمح الله صارت، المسرح اللبناني والمسرح السوري ما بقى فيك تفصلهم عن بعضهم. طيب بس ما يعني نحن صرنا عم نشهد، مش قبلها قبل غزة بنشهد نعم. انه بتطلع كل مرة ان كان من شمال لبنان او من وسط لبنان، بيطلعوا الطيران بيقصف مطارات بسوريا او بيقصف مواقع، عم بتكون يعني القضية يعني بدل ما تكون يعني ما في ردات فعل كثيره بعد ضمن قواعد الاشتباك. نعم بس هي قبل غزه، قبل غزه عم بقول لك ضمن بالمسرح السوري مباح، نعم حزب الله بيعمل بده اياه واسرائيل بتعمل بده اياه، نعم بالمسرح اللبناني لا، في قواعد اشتباك، اذا تم تجاوزها من احد الطرفين الطرف اللي تجاوز بده يعرف انه بده ياكل ضربه. يعني الحزب وقت بيضرب على مزارع الشبعه على مناطق بدون ما لبناني بيعرف انه بده يجي عليه رد كمان بدون ما يرحلوا اطلع، لما رحلوا اطلع رد على المركبه يعني هذا الدرجه الثانيه رحلوا اطلع انه توازن. في توازن هيدا ده بعدنا لهلا ضمن قواعد بعد ما وصلنا على المرحله، ولكن اذا صار اللي عم بقول لك اياه ولا سمح الله وبرجع بقول لك ان شاء الله ما يصير، اذا صار يعني كونفليكت جنراليزي يعني نزاع معمم ما بقى في قواعد اشتباك، يعني صار لانه حزب الله موجود بسوريا، اسرائيل عم تضرب بسوريا، الحرس الثوري الايراني موجود بسوريا وبلبنان وما تفجرت وان شاء الله ما تصير. طيب جنرال معلش هذا سؤال، ليش دائما يعني خلال هالخمسين سنه اللي مرقت يظهر الجنرالات بكل الجيوش وقت بفوتوا على السياسه منلاقيهم اخف اندفاعا لانها تصير حرب، بينما المدني المسؤول السياسي المدني وخلينا نحكي عن الاسرائيليين تحديدا بتلاقيهم هن اكثر محمسين للحرب من الجنرالات؟ استاذ جلال بدي اقول لك شغله بتتعلق مش بس بالجنرالات، بتتعلق بالكل. طيب عم نحكي عسكر ومدني، عم نحكي عسكري، عم نحكي عسكر او نعم. من كان لاعبا في معارك، نعم ما حدا بيعرف، خلينا نقول للمشاهد نعم. للمشاهدين ما حدا بيعرف قيمه السلام اكثر من يلي كان لاعب خلال الحرب، يلي لما رفيقه يلي بيكيو الارامل على كتافه، يلي بيطلع له اصبعه او بيموت او بيروح له اجره، يلي شاف رفيقه مشقف وهيدي نعم. صارت معنا نعم، ويلي لملم رفقاته ويلي رفقاته على الكرسي المدولب صاروا او صار معاق، هذا اكثر واحد بيعرف قيمه السلام.
هذا حبيت بالعالم كله. حبيت تطلع منك للمشاهد ليعرف. نعم نعم نعم. مش انه نزل انه واحد بيقول لك ايه تصير ما تصير. لا 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 لا، هيدي تصير ما تصير غير لما نعم. واحد بتعيشها من جوا نعم. غير ما انك قاعد عم تتفرج على التلفزيون وتشوف وانت عم تشرب النسكافيه تبعك وتشوف نعم. لما 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 بتعيشها شغلي من الصميم نعم. معارفك قرايبينك بالعشرات، يعني ما بدنا نعدد اسامي، رفاقنا معارفنا قرايبينا صاروا تحت التراب من وراء الحرب. مشان هيك هي الخلافات قد ما تطلع خليها محصورة ضمن إطار السياسي، وخليها محصورة ضمن إطار المبارزة المناقشة في كلمة بتحنن كلمة في سبيل الأفضل. بس أنه نجي نحل المشاكل برصاص، أولا الرصاص والأزايف ما بيحلوا ولا مشكل، وأكبر دليل بلبنان ما حدا قدر يلغي حدا، ودائما في فريق بيبقى متفوق اليوم تاني يوم ببطل متفوق، وبالتالي بده واحد يكون معلش يعد للعشرة يكون دائرة الوعي أوسع، ياخدنا بحلمه ويتقبل رأي الآخر بدون ما يعلي صوته ويضرب إيده على فرده. خلينا ماشيين بالرواق. بالنتيجة بالنتيجة كل الحروب اللي مرقت على لبنان مش من 50 سنة، من 1000 سنة لليوم، شو كانت نتيجتها؟ كل العالم بعدها هون، كل العالم رح تعيش هون وما حدا عنده خيار. والغريب انه كل شيء فيه ناس بتيجي على لبنان بتحب تضل بلبنان. عم بقول لك يعني انا مش من لبنان، ظهرني من ضيعتي من بعبدا نص ساعة بضيع. هي انتوا بعبدا يعني هلا بعبدا عم بحكي ضيعتي يعني بتمنى لك تكون رئيس جمهورية. لا يا خيي بعرف حجمي وبعرف بعرف وزني. قبل ما نختم برئاسة الجمهورية بدي اسألك، بوتين عندما زت هالتصريح اللي هو 3-4 أسطر وقت فاتت القوى الأمريكية القوى على البحر بيقول انه شو يعني انه جبتوا هذا؟ في ناس بلبنان وبغير لبنان بيدافعوا عن نفسهم. شو تقويمك لهالجملتين اللي قالهم فلاديمير بوتين؟ ليك بوتين اكيد هلا الموقف انتي مضاد يعني معادي للامريكيين بشكل هائل، لانه الصعوبات اللي هو عم بيواجهها طبعا حلف الاطلسي كله ضده، هي من وراهم، هي من ورا الامريكان. دونك شو ما قال اكيد بده يصب بهالخيمه هي. ولكن اذا بتشوف اليوم هلا اليوم مشروع القرار يلي روسيا قدمته لمجلس الامن بوقف اطلاق نار وبحق اسرائيل بالدفاع عن المدنيين وحق الفلسطينيين بالدفاع عن المدنيين تبعهم، في توازن بتوازن. وهي الحرب شغلت له باله. لقال لك ليش المزود الاول اليوم للمسيرات لروسيا هي ايران. ايران طبعا. لانه التصنيع المسيرات بروسيا بعده لهلا وتيرته لا ايران بالك ما بت ما بت ما بتلبي طلبات الجيش الروسي. نعم. رح اعطيك مثل صغير. نعم. روسيا صار في عم بحكي زيف مدفعيه. نعم. روسيا صار في بسنة بأوكرانيا 10 ملايين طلقة مدفعية 152 مليمتر 10 ملايين. هلأ اليوم بيطلع وزير الدفاع الروسي شويغو بيقول نحن رح نقدر نصنع 2 مليون طلقة بالسنة، بده 5 سنين ليرجع ستوك اللي قدمه. معناتها عم بيشتري من إيران وإيران بتصنع منهم. نعم. وعم بيشتري أكيد من غير محلات. وبالتالي إذا اليوم إيران غطست بمشكلة بالشرق الأوسط بخف التزويد دعمه. مشان هيك مصلحته هو يروي الأوضاع، ولو أنه يتمنى توريط الأمريكيين وتغريقهم وإلهائهم. نعم. واللي بدك إياه، ولكن ما بده تغرق إيران. واضح من مشروع القرار اللي يتقدم بال يعني بالتوازن. أكيد أدان الأمريكان. ولام الإسرائيليين من منظار الأمريكان مش من منظار الإسرائيلي، لأنه شفتوا ركضوا ورا الأمريكان ليك شو بصير فيكم. عرفت كيف؟ فيها توازن معين. نعم. طيب بالنسبة لرئيس الجمهورية بآخر هالحلقة جنرال. نعم. خليل، يعني طبعا أنت عايشت كذا رئيس جمهورية يعني بالأصل الجمهوري وبغيره، برأيك اللي بيسموا حالهم أم الصبي اللي هن مسيحية الموارنة، نعم، مش شايفين شو عم بصير بالكرة الأرضية؟ مش شايفين شو عم بصير لحتى بعضهم كل واحد يعني عم نحكي عن نواير، عم نحكي على وحتى الكلام واللكسيك اللي بيستعملوه، ما انهم شايفين انه هن في غيرهم بلبنان وبالعالم يعني؟ ليك نحن عم نجلد نفسنا، معلش انا عم هاجم، انت بتعرف نحن وياك وانا كمان كمان. نعم. فاذا محلل يعني هاي المكونات. نعم. لا خليني اعطيك رأي موضوعي. نعم. بالرأي موضوعي، وأكيد في كتير ناس ما رح يعجبهم هذا الرأي.
الموضوع هو منه موضوع وحدة الموارنة أو موضوع أنه الموارنة لا تفوق. الموارنة مكون من هالمكونات مكون. ولكن غير الموارنة شايفين أنه هن عنصر ملون للبنان وبيفرق وبيفرق وجودهم عن الدول الموجودة بجوارنا. أكيد أكيد بس هن شايفين هالشيء عارفين هالشيء منذ تأسيس الجمهورية اللبنانية بالعام 1920 نعم وبرجع للأباء المؤسسين يعني البطرك الحويك وغير البطرك الحويك من أول دقيقة الأباء المؤسسين عارفين إنه هذا الوطن يلي كونوه مش لألهم بس لألهم ولغيرهم وهيك تصرفوا أوكي هلأ اليوم مع الأسف ما عدنا بهالصورة يعني رجالات الدولة اللي شفناهم وتعودنا عليهم وبسمح لنفسي أقول أحكي عن الرئيس فؤاد شهاب وعن الرئيس شارل الحلو مش لأنه قرب والرئيس كمان شمع أحكي عن رجالات الدولة في لبنان كانوا يطلعوا على الدولة من هالمنظار إنه أنا مزبوط مروني بس أنا مسؤول عن لبنان كله وهيك الرئيس شامون كان عنده حلفاء من غير طوائف أكثر من حلفائه بالجنوب وبالشمال وبالضاحية الجنوبية كانوا أكثر بكثير من من الموارد هلأ اليوم نحن في اضمحلال لسقافة الدولة بلبنان وهالاضمحلال هيدا الوحيدين يلي ممكن يطلعوا منه أو يطلعوا لبنان منه هن الموارنة إذا ما عملوها غيرهم ما رح يقدر يعملها مش لأنه غيره ما في يعملها مشان هيك مرة خفيفة لأنه هن اليوم أول ناس معنيين بالرئاسة ومع الأسف وهون نعم. الكلام ما رح يعجب كتير ناس طالما كل حزب ماروني ما بيشوف غير مصلحته الحزبية وطالما كل رجل سياسي ماروني ما بيشوف غير مصلحته وهذا اللي صاير للوصول لرئاسة الجمهورية ما رح نقدر نطلع وبعدين لما بدنا نتفق على رئيس بدنا نتفق شو جاي يعمل إذا هذا الرئيس بده يحافظ على الدستور بده يحافظ على السيادة بده يحافظ على المؤسسات مش إذا جاي يعمل شيء تاني أو جاي يعمل حزبه بس أو جاي بس حتى يطلع من زاوية جماعته كيف بده يعطيهم مش كل جماعته شقفة من جماعته على غيرهم اكزاكتلي ففي مسؤولية على الموارنة مسؤولية كبيرة جدا هن ورا تأسيس لبنان هن اللي أرادوا العيش مع الباقيين وهن فيهم يكونوا الجسر بين الكل ما فيهم يعيشوا بلا الباقيين هذا اللي ما عم بيفهموه كتير ناس ما فيهم يعيشوا بلا الباقيين منذ نشأتهم ما شفنا يعني وقت قعدوا مع بعضهم شو عملوا وبيختلفوا بين بعضهم بشكل دائم تاريخيا لمصالح ضيقة جدا لا علاقة لها بمصلحة لبنان يعني الرجالات اللي كنا نعرفها قبل إن شاء الله بيرجع مثلنا خلينا نقول معلش بمجال مجلس خاص خاتشيك بابيكيان اللي هو الوزير الأرمني اللبناني المثقف جدا مرة بيقول أنا قدم الموارنة يعمرون لبنان والموارن ويدمرون لبنان ولا يعمر لبنان إلا بالموارنة اللي بعلاقاتهم وأنه يكونوا جسر تماماً. بين الكل مهما تعظمت القوى الأخرى تماما وبعدين الموارن لازم يستفيدوا من الحال من الجو العام في تمسك بلبنان من قبل الباقيين يعني من أول كان في أنه لا بدنا وما بدنا هلأ الكل عم بيقولك لبنان نهاية بتجي بتدير ظهرك لألهم وقت بيقول لك لبنان وطن نهائي لقلنا جزئيا النائب غسان سكيف مبارح كنا عنا حديث صغير بتلفزيون لبنان معه رح نبثه بنشرة الأخبار بيقول بخضم هالضجة كلها تروح يروحوا على المبادرة الداخلية اللبنانية وينتخبوا رئيس أكيد أكيد يعني بالنتيجة إذا راحوا لا ينتخبوا رئيس رح يمنعون أكيد. الأمريكان ولا رح يمنعون الإيرانية ما أكيد جنرال خليل الحلو نحن بنشكرك من تلفزيون لبنان ونورت البلاتو عنا بالعكس هذا تلفزيون الدولي وأنا ابن دولي يا أهلا وسهلا فيك الله خليك مشاهدينا الكرام نشكركم وإلى اللقاء في نشرة الثانية والنصف